من قناة أخبار العالم نأتيكم بأخبار متنوعة لهذا اليوم. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح إلى العودة والمساهمة في العمل الوطني. وأفاد خالد بحاح بأنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتهنئة بالعيد والتشاور في الشأن العام. هاجمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران جنوب مدينة القراحي في محافظة الحديدة بأربع هجمات من خلال طائرات مسيرة، وتواصل الميليشيات الإجرامية تكثيف خراقاتها للهدنة الأممية، حيث تورطت أمس في 68 اعتداء بمختلف المحافظات. قالت مصادر محلية أن العميد سيف شايف حسين نائب رئيس العملية العسكرية لمحور محافظة الضالع القتالي توفى إثر حادث مروري مروع تعرض لها. توفى 5 أطفال من أسرة واحدة غرقا في مياه أحد السدود بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر محلية أن 5 أطفال من أسرة واحدة بينهم 2 من أولاد الإعلامي خالد محمد القهراني، رضوان ويوسف توفوا بعد غرقهم في مياه سد قرن الأسد بمديرية العرش برداء. احتدمت مؤخرا أزمة المياه في محافظة الضالع جنوبي اليمن بعد أن اقترب سعر بوزة الماء من حاجز 100,000 ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا منذ بداية الحرب في البلاد. ميليشيات الحوثي اختطفت الناشط عبد الله باسلامة واقتادته إلى سجن الأمن السياسي. وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آرائه ونشاطه الإعلامي في صفحته على الفيسبوك وانتقاده محاولة الميليشيات تطييف المجتمع وأحداث تغيير مذهبي في المحافظة. كشفت مصادر اقتصادية أن ميليشيات الحوثي فرضت رسوما مالية كضرائب للدواجن الداخلة إلى العاصمة صنعاء بنسبة فاقت 300% بعد أن كانت ب10 ريالات في 2011. وأفادت المصادر أن الميليشيات تتحصل على 600 مليون ريال يمني يوميا رسوم وضرائب دخول نحو 2,000,000 دجاجة حية ومجمدة إلى العاصمة صنعاء فقط، أي ما يعادل نحو 18 مليار ريال يمني شهريا دون احتساب بقية المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي. حولت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضريح مؤسسها الصريع حسين بدر الدين الحوثي وكهفه في مران بمحافظة صعدة إلى مزار ديني لعناصرها وأتباعها. وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، زار محافظة صعدة محمد جابر عوض ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي ووكيل وزارة الإدارة المحلية رماح هبة المعينين من قبل الجماعة، ما أسمته مقام الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان. جرحى في انفجار عبوة ناسفة بطقم لألوية العمالقة في المحفد. أصيب عدد من أفراد ألوية العمالقة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا تابعة لهم بإحدى مديريات محافظة أبيان جنوب اليمن. أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرات هجومية مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا نحو مواقع قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمال اليمن.